رمضان كريم وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بكل أنحاء العالم. نحن بعدنا موجودين بكارفور سيتي سنتر خلال هالشهر الفضيل برفقة اليمامة، طبعا منتجات اليمامة، صديق رمضان وصديق العائلة وصديق طبخاتي وطبخات كل ست بيت. لكن اليوم رح نحضر ثلاث وصفات لسفرتنا الرمضانية. أول طبق لحلقتنا لليوم في عنا ضلوع السلق المتبل. عندي ضلوع السلق المتبل بالإضافة عنا الطحينة، هذا رح نعمله متبل خلال حلقتنا. كمان وكمان في عندي الفريكي بثمار البحر أو الفريكي بالسمك. كمان في عندي بسكوي اليانسون. هول هني وصفاتنا لحلقتنا لليوم. الورقة والقلم عطول قدامكم لحتى أعطيكم كل المقادير خلال حلقتنا. رح نبلش طبعا بأول فقرة من فقرات ملح وبهار. بدنا نحط السمك على النار، بدنا نحط الخضار على النار للفريكة، يعني عم نحكي البصل مع الثوم مع التوابل رح خبركن عنها. سجلوا المقادير ورح تمرق قدامكن على الشاشة للفريكة بثمار البحر. عندي قلاية حاطت فيها زيت نباتي وصارت جاهزة عنا. لشو جاهزة؟ لحتى نحطها السمكات نشويهن، لكن أو نقلي السمكات أو نشوحهن مثل ما بدكن. يا سلام على هالصوت شو حلو. لكن فيكن تجيبوا حيلا نوع من أنواع فيليه السمك، أو فيكن تجيبوا سمك المسقار، أو فيكن تجيبوا السمك الموسمي حسب ما بيكون متواجد. هون في عندي طنجرة، بهيدي الطنجرة رح استعين كمان بزيت الزيتون. رح نضيف بصل جوانح. لكن بلشنا نحضر لحلقتنا لليوم. في عندي الفريكة بثمار البحر. يا سلام يا سلام على هالأصوات وعلى هالروايح الشهية. اوكي، حطينا البصلات. شو رح نجي نعمل؟ رح نجي هلا بهالوقت هيدا نجيب معلقة خشبية لحتى نحركن، ونرجع نحضر توميت لنضيف التوميت فوق البصل، ونرجع نحط البهارات ونحط كمان الفريكة. بعكس فريكة الفريكة اللي بنقدمها مع الدجاج أو بنقدمها مع اللحمة، الفريكة اللي بنقدمها مع الدجاج أو مع اللحمة بنحط بقلبها لحمة مفرومة. هيدي مش دخلها لحمة مفرومة، هيدي دخلها توم. هيدي فيكن تدخلوها أنتو كمان من الزنجبيل، تاخدوا نكهة ومذاق رائع إذا حطيته زنجبيل. فيكن وإذا بتحبوا تدخلوها من خضار، بس نحن طبعا عن أي خضار عم نحكي. هيدي مش كل الخضار فينا ندخلها معها، فينا نحط معها جزر، فينا نحط معها بازيلا. أوكي، ما عندي مشكلة إذا حطيت معها نوعين خضار من الجزر والبازيلا. لكن هون في عنا طنجرة بدنا نحضر فيها الفريكة، فيها زيت زيتون، فيها بصل، فيها ثوم. السمكات على النار. خلينا بهالوقت للسمك، نحن بما أنه حطينا السمك على النار بدنا ننكهه برشة كمون صغيرة، ناخد نكهة طيبة. وبدنا نحط كمان من الفلفل الأسود بهيدا الشكل. يا سلام يا سلام على وصفتنا لليوم. مثل ما عم بتشوفوا، لكن عندي سمكات بهيدا الشكل. أنا مستعمل من سمك المسقار لحلقتنا لليوم. طيب بهالوقت نحن حضرنا المكونات لهالوصفة. شو رح اجي اعمل؟ رح اجي عندي ضلوع السلق، لازم نسلق ضلوع السلق لحتى يستووا لاقدر اعملهم متبل. فلهالسبب شو رح اعمل؟ رح احط السلق بالطنجرة بهالشكل لنسلقهم، ورح اجيب من ملح اليمامة. يا سلام على مجموعة هاليمامة الموجودة قدامي. نحن ويماما ورمضان وأكلاتنا سوا. أنا ما في طبخة ما في وصفة بحضرها إلا ما بحط فيها منتجات اليمامة فعلا العالية الجودة، وبتعطي نكهة طيبة وشهية لوصفاتنا ولطبخاتنا ولأكلاتنا. لكن
البصلات على النار بلشوا ياخذوا لون. شو رح اجي اعمل؟ رح اجي حط من القرفة. بلشنا نضيف البهارات لهالوصفة، حطينا قرفة، بالإضافة كمان عندي من الكمون بهيدا الشكل، وأيضا رح جيب 7 بهارات كمان ورح نخلطهم مع بعض. هلا أنا حطيت البهارات، ليه حطيت البهارات هلا؟ أنا ذكرت وحكيت بالحلقات اللي مرقت البهارات بدي حطها قليها، بدي شم ريحة البهارات، إذا ما شميت ريحة البهارات يعني ما استفدت منها شيء. لهالسبب يا جماعة حطوا البهارات قلوهن مع البصل، قلوهن مع الثوم، وبترجعوا بتضيفوا اللي بدكن إياه. رح جيب أنا بهالوقت بعد ما حطينا البهارات وبلشنا نشم ريحة البهارات، هلا صار الوقت لحتى نضيف كمان الفريكة. هيدي الفريكة. طيب رح تجوا تقولوا لي طيب وين ثمار البحر؟ أو رح تجوا تقولوا لي وين الكلمار؟ المكونات اللي شفتوها على الشاشة في بقلبها كلمار، أوكي؟ أنا بدي أحط الكلمار أو ثمار البحر بعد ما أضيف المرق لحتى كمان ضل آخذ نكهة مرقة ثمار البحر بداخل الفريكة. عندي مرقة ثمار البحر، رح أجي دغري ضيفها بهالشكل هيدا. طيب نحن ضفنا المرق، رح اجي اخذ من ثمار البحر كمان حطهم لثمار البحر، ونخلي شوي للصلصه لان بعد شوي بدنا نعمل صلصه هي عباره عن زبده طحين مرقه ثمار البحر مع نفس البهارات والتوابل اللي حطيناها، رح نضيفها كمان وكمان للصلصه. خلينا نشوف هالسمكات. السمكات غير شكل، غير شكل السمكات. نحنا كمان تركين السمك بهالوقت لحتى يستوي، وخلينا كلنا ننتقل لحتى ايضا وايضا نبلش بوصفة الحلو. او قلكن شو، خلينا نطلع بريك بالاول ومنرجع منكفي مع البسكوي باليانسون. لكم مشاهدينا من كارفور سيتي سنتر بيروت، 3 وصفات لسفرتنا الرمضانية بلشنا فيها من بداية حلقتنا لليوم. طبعا السمكات بلشوا يشرفوا على نهايتهم، في عندي الفريكي على النار، عندنا السلقات كمان عم نسلقهم على النار. أما هلأ خلينا قبل ما ننتقل لوصفة الحلو خلينا نشيل السمكات نحطهم على جنب ونريح راسنا. لكن رح ناخد السمكات بهيدا الشكل، أشرفوا على نهايتهم واستووا وعطونا ريحة ونكهة ومذاق رائع لهالوصفة الشهية. طيب هيدا السمك صار جاهز عندي هون، هول الزيتات ما رح كبهم، بدي استفيد منهم، بدي استفيد من نكهتهم، رح اجي حطهم. يا سلام يا سلام على هالنكهات الشهية لحلقتنا طبعا لليوم. خلينا ننتقل كلنا لوصفة الحلو. وصفة الحلو اليوم في عنا البسكوي باليانسون. البسكوي باليانسون طبعا وصفة الحلو أهم شيء يكون فيها المقادير والمكونات، ورح تشوفوا أنتو المكونات رح تمرق قدامكم على الشاشة للبسكوي باليانسون. عندي طحين أبيض، عنا سكر أسمر، عم نحط نحن المكونات الجافة، بالإضافة عندي ملح من اليمامة، منحط رشة ملح كمان، منجي نستعين بالفانيل، عندي من بيكنج الباودر كمان بهيدا الشكل، وعندي من اليانسون. أوكي نحن حطينا هالمكونات الجافة، شو بيضل في عندي؟ بيضل في عندي زبدة وبيضل في عندي بيض، راح نضيفهم بعد شوي، بس بالاول خلينا نخلط هالمكونات مع بعض. طبعا نخلطهم شوي شوي، والزبده جاهزين لحتى نضيف الزبده لهيدا الخليط كمان بهيدا الشكل. لكن برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد، نحن عم نحضر
نحن عم نحضر البسكوي باليانسون لحلقتنا لليوم. حطينا زبدة، حطينا أيضا الطحين الأبيض، حطينا كمان وكمان من سكر البودرة، من الفانيل، من البيكنج باودر، وحطينا اليانسون الحاب. شو بيضل في عندي؟ بيضل في عندي بدي حط كمان بيض بهيدا الشكل. أوكي، لكن منضيف البيض مثل ما عم بتشوفوا. يعني شو بدي خبركم، ريحة ولا أطيب من هيك ريحة، ولا أشهى فعلا من هيك ريحة. أوكي، رح نحنا نتركهم ينخلطوا على مهلهم، وبهالوقت رح أرجع إجي أنا على الطنجرة لعندي. هيدي الطنجرة كمان في بقلبها ثمار البحر، ريحة كتير طيبة. وهيدي العجينة صارت جاهزة عنا، وصار وقت لحتى جيب ورقة الزبدة، وصار الوقت لحتى نجيب الصينية. والفرن عندي حامي على حرارة كمان 180. هيدي ورقة الزبدة رح حطها بكعب هالصينية. منجيب عجينة البسكويت اليانسون، خلينا نشوف لكن هالعجينة. يا سلام، ملا عجينة صراحة، غير شكل صراحة، عجينة غير شكل. اوكي، بهيدا الشكل. طيب رح اجي اعملهم انا بشكل بسكوي بهيدا الشكل، ورح احطهم بهالصينية. نعملهم شوي بايدنا بشكل كوكيز تقريبا بهالشكل، لكن البسكوي مثل ما عم بتشوفوا نعملهم دوائر ومنكبسهم بهالشكل هيدا. طيب نحنا هون شو في عنا؟ في عنا على النار عندي الفريكة مع ثمار البحر أو الكلمار، تقريبا بلشت تقشرف على نهايتها. بدنا نضيف لها قبل ما تنشف ميتها بشوي، بدنا نضيف لها الفليفلة الحمراء مع الخضرة مع الصفرة. ليه ما ضفتهم بالأول؟ لأنه أنا بحب حبة الفليفلة، بل بالطبخ تضل الحبة تقرش وتضل تعطيني النكهة اللي لازم أخدها. إذا حطيت الفليفلة بالأول مع الخليط رح تغطي الفليفلة على كل الطعمات، فلهالسبب أنا تركت الفليفلة لآخر لحتى ضيفها. برجع بذكركم في عنا ضلوع السلق على النار عم نسلقهم مع رشة ملح لنحضر متبل ضلوع السلق. الفرن عنا حامي لحتى نفوت البسكوي باليانسون على أيضا على حرارة 180. وبرجع بذكر كل المشاهدين نحن موجودين بالكارفور سيتي سنتر. طبعا هالاسواق او هالسوق مثل ما عم بتشوفوا اجواء رمضانيه، يعني جدا 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 متعه التسوق بالكارفور سيتي سنتر بيروت. انا بنصح كل اللي عم بيتابعونا والكل اللي بده يتسوقوا يجوا يتسوقوا بالكارفور سيتي سنتر بيروت. كمان بنرجع لطبخاتنا، بنرجع لوصفاتنا، بنرجع لسفرتنا الرمضانيه. وهيدي اخر حبه بنحطها بهالشكل وبنجي على الفرن. عندي الفرن حامي على حرارة 180، فوتناهن على النار قبل ما نطلع بريك. شو رح أعمل؟ خليني أقولكم، رح جيب كمان عندي فلايفلة، رح أخذ فلايفلة صفرة، لكن رح ناخد من الفلايفلة الصفرة، رح ناخد من الفلايفلة الخضرة، رح ناخد من الفلايفلة الحمراء، ورح نضيفهم وين؟ فوق الفريكة بالسمك أو ثمار البحر. خليني أقولكم شغلة، مش ضروري تلتزموا بالفريكي بثمار البحر، فيكن تحطوا انتو الفريكي بالدجاج، فيكن تحطوا الفريكي بالباط، فيكن تحطوا الفريكي باللحمة، انتو شو بدكن فيكن تحطوا الفريكي وكيف ما بدكن فيكن تعملوها. واذا بدكن فيكن تحطوا معها من الكزبرة المطحونة، فيكن تحطوا معها كاري. يعني انا ممكن هلأ اعمل الفريكي بالكاري، واو باخد نكهة كمان كتير طيبة. يعني كيف يعني كاري؟ يعني بحط الفريكي، بحط معها الدجاج، بحط معها الكاري، بحط معها السمن او الزبده او المواد الدهنيه، ناخذ نكهه طيبه ومميزه. هون رح ضيف بهيدا الشكل من الخضار وبنخلطهم شوي. خلينا نشوف نحن كيف صارت الالوان الطبخه. يا سلام، هيدي هي طبختنا صارت جاهزه، بضل في الصلصه. اما هلا خلينا نتوقف مع بريك قصير وبنرجع سوا. بالعودة
عودة لكم مشاهدينا من كارفور سيتي سنتر بيروت. رمضان كريم للجميع. اليوم بلشنا بثلاث وصفات لسفرتنا الرمضانية، بلشنا فيهم من بداية حلقتنا، من بداية فقراتنا ملح وبهار. كان في عنا ثلاث وصفات، عنا الفريكة بالسمك على النار، في عندي البسكوي باليانسون صار جاهز اللي فوتناهم على الفرن على حرارة 180. أما الضلوع، نجي للضلوع السلق، صاروا جاهزين عنا بعد ما سلقناهم بردناهم. رح روح أنا استعين بالهاند ميكسر لحتى نطحنهم ونحط لهم باقي المكونات، وبهالوقت خلينا نشوف مقادير متبل لطلوع السلق رح تشوفوه قدامكم على الشاشة. أنا مثل ما عم بتشوفوا عم بطحنهم بهيدا الشكل بعد ما سلقنا الضلوع. يا سلام، يعني عن جد على هالوصفة شو طيبة. أنا طحنتهم شوي، ما بدي أطحنهم كتير، رح أجي ضيف لهم. في عندي الطحينة، لكن المكونات عم بتشوفوها قدامكم. يا سلام، رح نجي ايضا وايضا نحط حص ثوم، رح اتركه مثل ما هو، رح امعصه شوي لاخذ نكهة ورح ضيفه فوق هيدا الخليط. لكن صار في عندي الضلوع السلق المسلوقين، صار في عنا ايضا وايضا من الطحينة. طبعا ما فينا نستغني عن عصير الحامض من اليمامة اللي بيعطي نكهة ومذاق رائع لطبخاتنا ولوصفاتنا، بالإضافة كمان عندي الملح من اليمامة. هيدي هي خلطتنا أو هيدي هي وصفتنا المتبل الضلوع بهيدا الشكل مثل ما عم بتشوفوا. رح اجي ضيف لها بعد كمان قليل من الطحينة بهالشكل، وهيدي هي الوصفة صارت جاهزة عنا. يعني مثل ما شفتوا نحن حضرنا وصفة بطريقة كتير سريعة، وبهالوقت ضاعت في عنا شغلة ما خلصنا، بدنا نعمل الصلصة لحلقتنا لليوم. عندي صلصة ثمار البحر للفريكي. أول شيء في عندي مثل ما عم بتشوفوا على النار حطينا قلاية أو طواية، بالإضافة بدي حط كمان معهم من الزبدة ورح نضيف. أوكي، اول شيء لكن بنحط زبده، او فيكم تحطوا سمنه حسب ما انتم بترغبوا، ما عندكم اي مشكله. حطينا السمنه او الزبده، عندي ثمار البحر رح اجي ضيفهم بهيدا الشكل. رح نقلي ثمار البحر ونرجع نضيف الطحين. عندي كمان من مرقه السمك، رح ضيف مرقه السمك مع البهارات، مع الكمون، مع الملح، مع الكزبره، هذه كلها بتنحط مع السمك وما عندكم اي مشكله فيها. طيب خلينا نسكب اول طبق لحلقتنا لليوم. عندي المتبل ضلوع السلق بهيدا الشكل سكبناه. رح اجي انا حط بابريكا، زينه ببابريكا كمان بهالشكل. طيب هيدا اول طبق. رح ناخذ من النعنع، طبعا في عندي طربون النعنع كمان بهيدا الشكل. هيدا لكن المتبل ضلوع السلق صار جاهز عنا، وخلينا نشوف شو صار في عندي بثمار البحر المشكلة على النار. نتركهم شوي لحتى يدبلوا او ياخذوا شوية لون، منضيف لهم الطحين كمان جاهز عندي الطحين، نحطه دغري فورا. وخليني لكم شغلة، رح نجي دغري حص ثوم، منحرقص لنا شوية حص ثوم مع هالخليط بيعطينا نكهة وكمان مذاق رائع. بعد ما أخذنا هاللون الحلو رح اجي للطحين لنعمل الرو. كيف يعني؟ يعني زبدة مع الطحين رو. هيدي رشة طحين، ما خلصنا، رح نضيف كمان وكمان. مثل ما خبرتكم هي زيت البهارات اللي راح احطها، برجع عندي للكمون، برجع عندي للقرفة، بيرجع عندي للسبع البهارات، وراح نضيف كمان وكمان من المرق فوق هيدا الخليط او فوق الصلصة. راح تجوا تقولوا لي ما راح نحط كريمة، راح اقول لكم لا، ما بدي احط كريمة ولا بدي احط حليب ولا شيء، راح اكتفي بهيدي المكونات فقط اللي شفتوها قدامكم على الشاشة. لكن بنرجع انا وياكم بنشوف شو صار في عنا. صار في عندي الفريكة جاهزة على النار، صلصتها كمان جاهزة قدامنا، بدنا نضيف لها المرق. عندي هون خلينا نسكب البسكويه،
هيدا البسكوي كمان اللي فوتنيهن على الفرن رح اجي حطينيهن على حرارة 180 رح اسكبهم ايضا وايضا بهيدا الشكل مثل ما عم بتشوفوا، ورح نحط لقلهم كمان رشة سمسم. بضل في عنا بدنا نسكب الطبق الرئيسي وهيدي رشة سمسم. رح نضيف المي بعد ما ضفنا البهارات. يا سلام على هالروايح الشهية. بعد ما ضفنا كمان وكمان الطحين، هيدي الصلصة ايضا صارت كمان الصلصة جاهزة عنا. خلينا نحركها شوي لحتى تتماسك عندي الصلصة. واذا بدكم، وهون عم بقول اذا بدكم لان المكونات اللي شفتوها على الشاشة ما فيها صلصة صويا، انتو اذا بدكم فيكم تجيبوا تحطوا نقطتين من صلصة الصويا، ما عندكم اي مشكلة. طيب خلينا نجيب نحنا لحتى نبلش سكب لحلقتنا لليوم. هاي الفريكة رح نسكبها بهيدا الشكل، لكن مثل ما عم بتشوفوا عنا الفريكة. يا سلام مع ثمار هالبحر. يعني كمان شو بدي خبركم هالاجواء الرمضانية الموجودة بالكارفور سيتي سنتر بيروت، اجواء غير شكل اكثر من رائعة. هون عم نحضر الطبق الرمضاني نحنا وكل الموجودين بالكارفور، طبعا برفقة اليمامة، منتجات اليمامة منتجات جدا شهية طيبة، كل انواعها من دبس رمان، رب البندورة، صلصة البيتزا وصلصة الباستا وماء الزهر وماء الورد. هيدا الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. رح اجي طيب خلينا نحن نحط قدامنا هالطبق الرئيسي البسكوي، وعنا ضلوع المتبل. نجي للسمك، رح احط السمكات بهيدا الشكل، كمان رح اخد ايضا بهيدا الشكل وبهيدا الشكل. هول عنا السمكات. نرجع نجي للصلصة، نخلطها شوي للصلصة كمان. يا سلام عن جد يا سلام. هول هن لكان مشاهدينا، كانوا وصفاتنا لحلقتنا لليوم، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. كان في عنا ثلاث وصفات، كان في عنا البسكوي البليانسون، كان في عنا ضلوع السلق، وايضا كان في عنا الفريكي بثمار البحر. اكيد ما تنسوا تفوتوا تعملوا لي فولو على الانستغرام شيف دوت حسين عبد الستر. بدي اقول لكم رمضان كريم، وننطركم بكره بوصفات جديده وشهيه، والى اللقاء.